السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي، مكملين مع بعض في محل فرح في محافظة بورسعيد، مول اوتلت الجديد عند سوق السمك بتاع بورسعيد. محل فرح يا جماعة، فيه الغالي وفيه الرخيص. في اخر الفيديو في حاجات رخيصة جدا للاطفال، بدأ من اول 50 جنيه. في ناس طالبة الحاجات الغالية وناس طالبة الحاجات الرخيصة، فالمحل ده فعلا فيه الغالي وفيه الرخيص، فاللي يعجبك تاخد منه. انا لما رجعت الفيديو في حاجات مانيش قايله سعرها، قلت كل الحاجات اللي سعرها مش موجود جوه الفيديو في نهايه الفيديو. الاسعار كلها يا جماعه موجوده في نهايه الفيديو، كل ده موجود عند محل فرح اكتشاف ستور تحفه. هتلاقي الرخيص والغالي، لبس الوكاله، الجواكت، الجلد الحريمي والرجالي. الاطفال عنده هتلاقوا اطفال عنده ب50 جنيه، والله في بلد بورسعيد. كل ده موجود عند فرح في محافظه بورسعيد، كان بسوق السمك الجديد. نخش بقى على جواكت الجلد، وفي كمان شميزات رجالي برضه اهي يا جماعه. ماشي، هجيلك. ماشي، انا هاجي كده وانت هتقف كده. ماشي، ما شاء الله، شايفين بقى ده رجالي برضه. رجالي، ما شاء الله، شايفين يا جماعه ده شمواه ده ولا ايه؟ ده شمواه. ما شاء الله، شايفين بقى متبطن من جوه، ده تقيل تقل السنين ما شاء الله. الجلد يا جماعه، جواكت الجلد. انت تعالى كده وامسك لي برده قطعه او اثنين عادي، يعني مش كله، ماشي؟ عشان ما تتعبش. جواكت الجلد يا جماعه، اللي بيدور على جواكت الجلد يجي هنا برده. احنا هنا في محافظه بورسعيد يا جماعه، قدام سوق السمك. المحل اسمه فرح. فرح ماما. ماشي، تمام، الله ينور. الحقوا يا جماعه الحاجات اللي موجوده دي، ما تلاقيتوش نفس اللي احنا عارضينه، هتلاقوا حاجات تانية. هو كل يومين ثلاثة بينزل حاجات جديدة. ماشي، تمام. شايفين يا جماعة الجلد، هتلاقوا ان شاء الله. الله ينور بجد، الله ينور. شباب بقى ومقاسات كبيرة، شايفين البلطو بلاطي كمان، يعني جواكت وبلاطي. تمام، الله ينور. كل ده رجالي، اللي احنا بنشوفه ده كله رجالي. جلد يا جماعة، الجلد، جواكت الجلد، سويتر مقفول بسوستة وكمان بزراير بلاطي. تمام، الله ينور. وألوان، ماشي تمام، الله ينور. نخش على الحريمة. ماشي، سويت شيرت الأول. ماشي، الحريمة يا جماعة. ماشي، تمام. تمام، ماشي. الأطفال عنده كمية كبيرة أوي أطفال، وعنده كمان حتى حاجة البيت الأطفال. جميلة 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 بصراحة. الحريم يا جماعة، احنا دلوقتي في الحريم. ماشي، تمام، الله ينور. كل ده حريمي، كل ده حريمي، شايفين؟ ومن فوق الشميزات كمان حريمي برضه اهي، بلوفرات، سويت شيرت، كل ده حريمي، وسويترات كمان، شايفين كل ده؟ حلو، سويت شيرت. ماشي، تمام. ومصان جنس برضو، عنده كل حاجة ما شاء الله، عنده كل حاجة ومقاسات. تمام، الله ينور. كل ده حريم يا جماعة. ماشي، الله ينور. تعالي، الجنسات برضو حلو قوي عنده. ماشي، تمام، سويت شيرت الحريم. شايفين الكمية اللي فوق دي، المجموعة اللي فوق دي حلوة قوي برضو. ده جميل، ده جميل حريمي، ده جميل. عايزه امسكه بقى، ده جميل حلو قوي، فيه جلد كمان، ده جميل حلو قوي ده. ماشي، خلاص. ممكن نيجي على الشميزات عادي. تعالى على الشميزات، مش الشميزات اللي تحت حريمي. شميزات حريمي يا جماعه، شميزات حريمي اطول. ماشي، تمام، ماشي، ماشي، تمام، الله ينور. ماشي، الشميزات يا جماعه، كل ده شميزات. الله، حلو قوي الالوان، الوان حلوه، حلو قوي الالوان والمقاسات ما شاء الله، الله ينور. تمام، حلوه. ماشي، بيت الشميزات يا جماعه. ماشي، تمام، كل ده حريمي، كل ده حريمي. الالوان الجديده، الوان الجيش الجديده اللي طالعه، الالوان الجيش الجديده اللي طالعه، حلو حريمي ده يا جماعه، الله ينور.
بجد عنده مجموعه حلو قوي. اللون الرمادي ده جميل، اللون الرمادي ده حلو قوي، جميل قوي. الرمادي الفاتح ده والاسود برده جميل. المقاسات فيه، شايفين فيه صغير وفيه كبير، حلو قوي. مقاسات من كام ده؟ الشميزات دي عامله كام؟ بدأ من كام الشميزات دي؟ الشميزات بدأ من كام؟ 250 300. ماشي ندخل ايه على الجواكت. بناطيل يا جماعه. خلي في الشباعه كده. ممكن نعمل كده. بناطيل يا جماعه، كل دي بناطيل حريمي برضو. نقل اللي انت عايزاه. ماشي ندخل على الجواكت. عندك سورات اهو، شايفين بقى ده تحفه والله، حاجات سورات تحفه. ايوه ماشي، شايفين. ماشي كل ده يا جماعه عند فرح. جميل جميل، الله ينور. حلوين، الله ينور. ماشي هات جواكت بقى. جميل، شايفين الجواكت، الوان اشكال والوان. دوري براحتك وخد المقاس واللون اللي يعجبك. جميل، شايفين عامل ازاي تحفه. ماشي الوان كتير ومقاسات كتير، الوان كتير ومقاسات كتير. ماشي تمام. جمال دول الوانهم حلوه قوي، وفي طويله يا جماعه، يعني بص عاملين زي البلطو، سويتر طويل وبلطو. تمام الله ينور. ماشي شايفين يا جماعه، حلو قوي الجواكت دي، جميله. شايفين الذهب ده تحفه تحفه بجد، الله ينور. مجموعه كبيره كبيره، نقوا براحتكم. شايفين البومب القط موجود، الكم موجود، مقاسات موجوده، طويل وقصير، بلاطي، جواكت، كل ده بسم الله ما شاء الله. ايه السبورت يا جماعه، برضو عنده السبورت برضو، جميل، حلو قوي الالوان السبورت دي، جميله بصراحه. عندك تشكيله حلوه قوي، الله التاني ده جميل، لونه فظيع ده، حلو قوي السبورت ده، فظيع لونه، فظيع جميل، الله ينور. شايفين يا جماعه كل دي شوكت، الله جميل، حلو، الله ينور. السبورت برضو بناتي ده يا جماعه، مقاس صغير، جميل، الله ينور، الله ينور. الوان مطرقعه يا جماعه، الالوان مطرقعه، جميل. كل ده حريمي، بنات حريمي وبنات، الله ينور. عايزين نشوف الشلان ده والحاجات اللي فارو دي. شلان يا جماعه بصوا، عنده مجموعه شلان فظيعه، كل دي. ايوه انت عامل كده وانا اصور كده. ماشي تمام، جميل جميل، الله ينور. كل دي بقى، كل دي شيلانه يا جماعه، دوروا فيها زي ما انتوا عايزين. الجواكت بقى الفرو اللي الكل بيدور عليها، انا دايما اقول عليه ده فرو، يعني جاكيت الممثلين. امسكوا كويس ده عشان اعرف اصوره صح. شايفين الجاكيت ده تحفه، فظيع قوي الجاكيت ده، جميل جميل، فرو والابيض برده حلو قوي ده، فرو يا جماعه ده امسكوه كده، جميل، الله ينور. وفي قط كمان منه، ماشي الله ينور. تمام تمام، الله ينور. تمام يا جماعه، في حاجه ثانيه؟ المصمم الرجال يا جماعه، شايفينها اهي برضو، جبتها لكم. ماشي، وعنده كمان بناطيل، بناطيل رجال وحريمه صح؟ بناطيل رجال وحريمه يا جماعه، الجنسات كلها، جنسه وميلتون. وميلتون عندهم كمان كوتشيات ماركات، دوروا وشوفوا مقاسكم واللون اللي انت عايزينه. كمان السبت ده كله مليان شيلان، شيلان حريمي، الواحد ب 150 جنيه بالتكت بتاعها. المحل ده يا جماعه فيه حاجات رخيصه وفيه حاجات غاليه، وكمان لما نطلع بره دلوقتي هنتلاقي الاطفال ب 50 جنيه والرجالي والحريمي ب 120 جنيه، حاجات حلوه جدا، رخيص وغالي. احذيه وكوتشيات يا جماعه برده عنده شايفين الكوتشيات برده، شايفين يا جماعه، دوروا في السبت، دوروا في الاسبات، حلوة حلوة جميلة، الله ينور. كل دي كوتشيات شايفين، دوروا هتلاقوا، دوروا هتلاقوا مقاسكم، حلو ده. ماشي تمام، عايز اعرف الاسبات دي فيها ايه. قول ب 50 ده، اي سبت ب 50؟ ايه اي سبت من دول ب 50؟ لا لا اسعار مختلفة. يعني السبت هنا القطعة ب 50 منه صح؟ السبت ده يا جماعة القطعة ب 50 منه، بصوا شايفين ده القطعة ب 50 منه،
دوروا هتلاقوا ده عجبني جدا بصراحه، ده عجبني قوي. وهنا برضو دول ب 50% هنا بناطيل مين؟ الاطفال كله ب 50 بقى. مفيش بناطيل جينز؟ ايه قول مفيش بناطيل. ما تفرد لي كده عشان اعرف اصور يعني. انا ايه اللي كده؟ بص يا جماعه ب 50 ماشي. انا قطع قطع ايوه كل ده احنا اول ناس نفتح ب 50 ب 50 يا جماعه. اي حاجه من دي ب 50. بناطيل ب 50 الله ينور. جيبات ايوه امسكها في ايدك امسكها في ايدك. ايوه شايفين ده برضو ب 50 ب 50 يا جماعه. السبت كله ب 50 عجبني. بناطيل بناطيل برضو ب 50 تمام. شايفينها يا جماعه؟ هتقلبوا هتلاقوا حاجات حلوه. هتقلبوا هتلاقوا حاجات حلوه. هتلاقوا فرو الفرو اهو. ايه الفرو ده ب 50 ده جميل يا حبيبي. ده جميل برضو. انت سامعني؟ برضو هنا اطفال عنده بره يا جماعه في الشماعات بره. عنده في الشماعات بره حاجات اهي اطفال حلوه قوي. الجينز ده تحفه. ده جميل قوي. مبطن يا جماعه حلو قوي. الجاكيت ده ب 100 جنيه يا جماعه. الاطفال اللي بره ده كل ده الستاند ده كله ب 100 جنيه. كل ده ب 100 جنيه. بعدين عنده كمان حاجات حريمي فساتين حريمي صح قال كده ب 120 فساتين حريمي ب 120. الحاجات الرجالي دي حلوه. ده ب 100 حلوه رجالي وحريمي جميل الله ينور. هتطلعوا بره على الشماعات يا جماعه هتلاقوا برده حاجات حلوه قوي وارخص من جوه كمان. حلو ده جميل جميل الله ينور جميل. ماشي كل الشماعات دي شايفين الشماعات دي كلها كل ده عنده كل ده عنده برده. ماشي البمبات يا جماعه الله حلو قوي. الموف ده جميل حلوين. جواكت حريم يا جماعه جواكت حريمه برده. ماشي تمام كل دي جواكت حريمة. كل دي هنا بقى جواكت الرجالي. يعني بصوا يا جماعه غالي هتلاقوا رخيص هتلاقوا مقاساتكم اكيد هتلاقوها. ماشي تمام. هنا بقى الحريمة حريمة ورجالي والله. اه شايفين ده حلو الجاكيت الجينز ده جميل حلو الجاكيت الجينز ده. خيرك شكرا. زي ما انتوا شفتوا محل فرح في الرخيص وفي الغالي في كل المستويات الاطفال والحريم والرجالي الجواكت كل حاجه. الحريم عنده والرجالي برضو اللي هو البلوفرات والسويت شيرت بادئ من 250 لغايه 350. الجواكت من بدايه 600 جنيه سواء الجواكت الحريمي او الجواكت الرجالي من بدايه 600 جنيه. انا بتكلم كده على الحاجات اللي جوه المحل. لكن زي ما احنا شفنا الحاجات اللي بره المحل الاطفال من اول 50 جنيه وب 100 جنيه والكبار الرجالي والحريمي ب 120 جنيه. دوروا يا جماعه والله العظيم في الاسبته وفي الاستندات اللي بره فيها حاجات فعلا حلوه جدا بجد حلوه جدا. في حاجات اطفال هناك كانت حلوه قوي من ام 50 جنيه بجد. دوروا هتلاقوا حاجات حلوه. انا بحاول في كل فيديوهاتي ان انا ارضي كل المستويات وكل الاذواق. لازم يبقى في الرخيص وفي الغالي وفي الوسط. القناه لازم تكون متنوعه وفعلا ترضي جميع الناس. وطبعا ده صعب ان انا ارضي كل الناس بس بحاول على قد ما بقدر بجيب الغالي والرخيص وان شاء الله اكون بلبي كل احتياجاتكم. واللي يعوز اي حاجه برضه يكتب لي في الكومنتات وانا بعملها على طول والله. بعتذر لكم تاني يا جماعه والله علشان صوتي اللي لسه مش ظاهر بس التزامي ان انا كل يوم انزل لكم فيديو هو ده اللي مخليني اسجل فيديوهات وانا صوتي تعبان كده. انا اسفه جدا بجد اعذروني.
وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.